أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جبائكم. هذا البرنامج الذي نرصد لكم فيه أهم ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وما يكتبه المدونون في القضايا المحلية والدولية. وكالعادة نبدأ هذه الحلقة باستعراض أبرز العناوين. في الحدث الأبرز، فرار الليبي المحتمي بمبنى قنصلية بلاده من السعودية يشعل الميديا في ليبيا. أما في الخبر الأكثر قراءة، قوة الردع تؤكد إخلاء سبيل سيدة اعتقلت الأحد بمطار معتيقة. وفي الترند العربي والدولي، تهافت على تذاكر حفل ثامر حسني في السعودية والسماح بالاختلاط في الحفل. ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ بحدثنا الأبرز هذا اليوم، حيث أكدت مصادر مقربة من حسن زعيد أحد الليبيين المطلوبين لدى السلطات السعودية بفراره بعد احتمائه عدة أشهر بمبنى القنصلية الليبية في جدة. وتحفظ المصدر عن الإفصاح على طريقة فرار زعيد وتفاصيلها أو وجهته التي سلكها بعد خروجه من الأراضي السعودية. هذا الخبر أشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدورنا رصدنا لكم أهم التعليقات والتغريدات، بداية من الفيسبوك وتعليق فرنشي تاو الناشط والمدون، والذي كتب عبر صفحته: زعيت يفلت من قبضة الأمن السعودي ويصل إلى ليبيا. حسين زعيت هو أحد قادة غرفة عمليات ثوار ليبيا وقيادي بكتيبة الشهيد محمد الكيلاني. عندما ذهب لأداء مناسك العمرة رفقة أخيه، قامت السلطات السعودية باعتقال حسن وبن رجب ومحمد حسين وجميعهم من مدينة الزاوية. وتمكن حسين زعيت من اللجوء إلى القنصلية الليبية في مدينة جدة منذ 6 أشهر. أما تعليق ناشط عبد الله البركي، والذي كتب أيضا عبر صفحته: الحمد لله على سلامتك يا حر حسين زعيت. فيما كتب سعيد وقال: وصول الأخ حسين زعيت أحد قادة فجر ليبيا إلى مدينة الزاوية بين أهله وأحبابه. فيما كتب الناشط أشرف: أهالي الزاوية يستقبلون حسين زعيت الذي فر من قبضة السلطات السعودية بعد 8 أشهر من احتمائه بالقنصلية الليبية في جدة. أما الآن مشاهدينا، من التعليقات على فيسبوك ننتقل وإياكم إلى التغريدات على تويتر، بداية من تغريدة الناشط حمد العلواني، والذي غرد: الحمد لله تم تأكيد خبر وصول الشيخ حسين زعيت إلى أرض الوطن، والحمد لله وأسأل الله أن يبشرنا برجوع باقي الشباب. فيما كتب أحمد بالخير: الحمد لله الذي سلم الأخ الحبيب الفاضل البطل حسين زعيت ورده إلينا وإلى أهله سالما عزيزا مرفوعا الرأس، ونجاه من فخاخ الضباع المنافقين. فيما غرد عثمان: أهالي الزاوية يستقبلون حسين زعيت الذي فر من قبضة السلطات السعودية بعد 8 أشهر من احتمائه بالقنصلية الليبية في جدة. وأخيرا إلى تغريدة علي الغنوذي، والذي كتب: البطل حسين زعيت يصل الزاوية الآن، الله أكبر ولله الحمد. أما الآن مشاهدينا، نذهب سويا إلى الصور الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توضح وتبين أهالي الزاوية واستقبالهم إلى حسين زعيت. أما الآن مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى منصاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية بالخبر الأكثر قراءة على موقعنا الرسمي النبأ.تي في، والذي كان بعنوان: قوة الردع تؤكد إخلاء سبيل سيدة اعتقلت الأحد بمطار معتيقة. حيث أكد الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم إخلاء سبيل السيدة حنان محمد بالأشهر، والتي اعتقلت بمطار معتيقة الأحد. وقال بن سالم في اتصال مع النبأ: إن السيدة التي تبلغ من العمر 49 عاما أحيلت للتحقيق يوم أمس بمركز شرطة معتيقة بتهمة شتم أحد عناصر الأمن بالمطار بحجة إلغاء حجزها على حد قوله. ومن الأكثر قراءة إلى صفحة النبأ على الفيسبوك، والمنشور الأكثر تفاعلا، وكان أيضا لخبر تأكيد قوة الردع الخاصة بإخلاء سبيل السيدة التي اعتقلت يوم الأحد بمطار معتيقة، حيث كان الأكثر قراءة وتفاعلا متحصلا على أكثر من 270 لايك كما نشاهد الآن على الشاشة. أما الأكثر مشاركة فكان لتقرير عن التعريف بالبطل في كمال الأجسام كمال القرقني، وكان الأكثر مشاركة في صفحتنا الرسمية. لنتابع هذا الفيديو.
الايمو كلاسيك بتاعت تنتظر ثاني اقوى بطوله اللي هي قبل مستر اولمبيا لما قدمت عليها نبي نلعب فيها بعد ما تحصلت على كرت الاحتراف. الحمد لله تم قبولي للبطوله. ومن كمال الجرجني مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الأكثر مشاهدة، فقد كانت لكلمة والدة القيادي وسام بن حميد المسؤول العسكري مجلس شورى ثوار بنغازي وما الذي قالته على من يقاتل مع الكرامة، وتحصلت على أكثر من 20,000 مشاهدة لنشاهد جزءا من هذه المداخلة. مش هينين علينا حتى من اللي معاي الكرامة، مش هينين علينا ظنا كلنا ظنا ليبيا وكلنا وإحنا كم يعني زي ما قالت الحجة ونيسة تو قالت لك إحنا شعب يعني طيب وشعب شوية يعني ما نشوى جديد يعني 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 عيالنا عزيزين علينا مش يعني نفرطوا فيهم بالسهولة هذه في سبيل الظلم وفي سبيل الطغيان وفي سبيل ترجع ترد زي ما كانت عليه يعني شن درنا احنا؟ الدماء اللي ضحينا بها هدرت في جميع ربوع ليبيا، هدرت الدماء الطاهرة الزكية عسى الله يتغمدهم برحمته ويتقبلهم. هذولا يعني هم النور اللي احنا توا نبوا يمشوا على درب باقي هل ليبيا كلها أجمع يعني ليبيا وبنغازي بالذات يعني. أما الآن مشاهدينا نصل وإياكم إلى ملفنا الثالث وهو ترند العربي والدولي، حيث انتشر هاشتاغ حفلة تامر حسني بالسعودية على منصات تويتر بعد إعلان هيئة الترفيه بالسعودية إقامة حفل ساهر للفنان المصري تامر حسني في 30 من مارس الجاري، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية وفقا لضوابط شرعية أصدرتها هيئة الترفيه، من ضمنها ألا تقل سن الفرد عن 12 عاما، كما تتضمن أيضا الامتناع عن الرقص أو التمايل والالتزام بالزي المحتشم. وقد شكلت هذه الشروط مادة ساخرة على منصات التواصل. هذا وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تزاحم المواطنين على أحد مراكز بيع تذاكر الحفل بالسعودية خلال ساعتين انتهت جميع التذاكر الموزعة للحفل. لنشاهد الفيديو للازدحام حول مركز بيع التذاكر. هذا الحفل شهد سخرية المدونين، حيث رصدنا لكم عددا من التغريدات نستعرضها سويا، بداية من تغريدة أبو رمضان والذي غرد وكتب شر البلية ما يضحك، يعني حضور حفل غنائي وفقا للضوابط الشرعية هذا لعب على الدقون واستخفاف بالعقل والدين، هذه أسلمة الحفلات الغنائية. فيما غرد المدون حسين آل إسحاق ضمن رؤية 2030 في السعودية إن حفل تامر حسني في جدة ممنوع فيه الرقص والتمايل لأن أغانيه وفقا لضوابط وشروط الشريعة الإسلامية. متهكمة كتبت هيفاء حسني كاتبين على التذاكر ممنوع الرقص والتمايل، يعني خذ معك سبحة واجلس استغفر ربك والمجانين مرفوع عنهم القلم، هاشتاج حفلة تامر حسني بالسعودية. بحفل تامر حسني في السعودية نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مشاهدينا لا تنسوا أنه بإمكانكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وتليجرام، كما أيضا يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الرسمي النبأ.تي في. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.